طيب ممكن بس تقول لنا موضوع الدرجات في السماء اللي حضرتك شفته عشان ممكن ده يساعد، لانه في ناس ما حضرتش امبارح ولا اول. فممكن كاننا في الحته اللي حضرتك ربنا وريها لك عمليا، الفرق مثلا ما بين ماكسيموس ودوماديوس والبابا كرولوس، الفرق ما بين ده وما بين ممكن اللي شفته فعلا ممكن يجاوب السؤال. يجاوب السؤال ده يجاوب سؤالك. بس ممكن اجاوبها عملي، بس انا مش معيار اللي انا شفته. انا اقول اللي انا شفته، بس مش شرط اللي انا شفته هو المعيار بتاع المعيار العالمي، يعني انا مش معيار. هو ربنا وراني في اليوم اللي انا فخدت فكره كعنوان عريض، عناوين عريضه قوي. ناس كانت طيبه جدا زي خالي، بس خالي ما يتقالش عليه مسيحي. يعني انت بتحكي لي عن واحد انت اخترت المسيح، انت كده شخص مسيحي. خالي عمره ما كان دخل كنيسه وكده، بس كان اطيب واحد في الدنيا، زي فكره ايوب كان يحيد عن الشر. لكن ما فيش صلاه، ما فيش ليه الحياه المسيح لو ما يعرفش الايه دي اصلا حياه ايه، لا هو ما فيش، ولا حتى سال ولا بحث، ولا نقدر نقول ما دخلش عهد قديم، لانه ما بحس زي موسى الاسود. نروح دير خلوه، ما فيش الكلام ده خالص خالص خالص. خلوه ايه؟ نفتح الانجيل، ما فيش الكلام ده خالص. اهم حاجه الفروج ومش عارف الجرنبيط اهم حاجه ما نجيبش سيره الناس. كنت بقول ايه؟ بيقول لي ايه تعليم يعني؟ هو دايما يقول لي بص يا حبيبي اهم حاجه ما نجيبش سيره الناس. ايوه يعني ايه؟ يعني دي وعظه يعني ولا ايه؟ كنت بقول الراجل طيب، بس ايه ايه اهم حاجه؟ انا دخلت هيقول لي معلومه، ها وداني من زمان بسال بقى، قلت يمكن خلوا ربنا فتح. اهم حاجه ما نجيبش سيره الناس. قلت له ايه يعني؟ فاهم الادب بس كنت ماشي. اهم حاجه ما حدش يأذي حد. ايوه يعني انا كده بقيت فار ولا قطه ولا ارنب ولا ايه وانتهت حياته. شفته بس كان اكتر واحد بحبه في الدنيا كلها، لانه بصراحه كان اطيب واحد في الدنيا كلها. يعني كل الصفات الحلوه، كان شكله جميل جدا، طيب جدا وحنين، وقعد في ابوس يده هو عشان كنت ما كانش عنده عيال، كان هو يعني اقرب من بابا ليا بعشر درجات يعني. طيب طيبه غريبه، اقعد انط على حجره واطلع فوق راسه اركب حمار، وهو يعني طيب طيب خالص متواضع. انا بس بوصف على اساس يبان طيب طيبه، كل اللي يشوفه يقول ده ملاك، ملاك بكيفيه ايوب. لكن لا، خالي ما كانش بيبحث عن الله، ما كانش في فكره الله تماما. عادي كل يوم نتفرج على فيلم، حلو اسماعيل ياسين حلو وكده بس، وانتهت حياته. فشفته في اوضه عتمه، مش عتمه قوي يعني زي سهاره، بس برضو ما يجيش حد يقول لي ده في السماء ولا لا، ما اعرفش. هي ده بقى الحاجات اللي انا ما اعرفهاش. رمزيه؟ حاجه رمزيه؟ لا هو شفته بجد، ما شفتش حلم ولا رؤيه. تسميه ظلمه خارجيه دي ممكن. انا ما انا مش عايز افتي، مش عارف يعني. يعني انا بقى ما اقدرش اقول حتى مصطلح ممكن مظلمه خارجيه، لان بصيت في اللي وانا واقف معاه عملت كده، لقيت ناس زي بحر اسود. ما انا لما بحكي ما بحكيش كل حاجه، لان اخاف اقول حاجات غير مقبوله، فانا يا دوبك بعدين هقول كل حاجه. انا بقول حاجات تقبل، ما ينفعش اطلب من هنا، الطلب ده تحت في العالم، هنا ما ينفعش اطلب خلاص. فالبوكا بتاعه انه ايه مصير ابدي، عشان ايه؟ فهي حياة أبدية، مصير أبدي. اللي أنت بتفتخر بيهم كنيسة الأنبا كراسة عملوا إيه؟ بيقول الكتاب انظروا لنهاية صلاتهم. طب أنت نظرت وكله هيروح الجحيم. أيوة بس اللي أنت القديسين اللي أنت بتفتخر بيهم أنت مش عايز زيهم، مش مهم. جرنبيط ولحمة وفراخ وآيس كريم وتلاجة وخلاص. وإحنا البوكا بتاع خالي على فكرة قعد، عشان أبقى صادق فعلا، أربع خمس أيام في وداني بكاء 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 فظيع، لانه هو طيب طيب قوي. لما تلاقي راجل كبير طيب جدا وبيبكي وبيشهق بكاء رهيب، يحصل لك يحز في نفسك قوي فتره يعني، وخصوصا عارف ان هيقعد كده لما لا نهايه.
يا لهوي، ده انا كنت عايز امشي في الشوارع اقول للناس فوقوا فوقوا، يوريكم انتوا فين فوقوا. الموضوع مش زوج ثبت ريكائيا، هي مش غلط، بس فوقوا اعرفوا انتوا فين، تركتوا قد ايه، متوا قد ايه، سلكتوا. كان في ابويا سؤال على الرؤى، في كنت فعلا كنت قاعد في صحراء في امريكا، ربنا وراني رؤى كتيره. الرؤى اللي حضرتك كنت شفتها في بدايه الطريق عن الطريق الكرب والغابات الثلاثه جدا عن العالم، غريبه قوي. اول رؤيه وراها لي فاكرها كويس جدا، انا كنت في وحله. لما وبيتحرق في ناس بشر، لقيت تلت ايه، خمس عشر مش فاكر، سبعة تمن غيلان طولهم اتنين تلاتة متر وبيقربوا مني، خافوا وبيقربوا بيحوطوا عليا علشان ادخل الفرن. انا كنت لابس جزمة شفت من ناحية تانية السيد المسيح كان واقف ومعاه الملاك ميخائيل وإيليا النبي. السيد المسيح والعذراء وشخصية ثالثة بعد كده ولا رابعة مش قادر افتكرها، انا فاكر دول البركان. فايد ربنا نزلت من السماء كانت ضخمة مسكتني، وكل شوية اتزحلق، وكل شوية بمسك في صباع من صوابة اتزحلق، كنت هقعد في البركان. فاكر الرؤى دي لدرجه كاني بعيشها وانا بقولها، مش فاكرها يعني فيلم فيديو قدامي، لا انا بعيشها لاني عشتها لاني كنت جواها. لقيت نفس المنظر، جنه عدن تاني زي لما اترميت بعد روعه. بقول لك انا عايشها من كتر مش فاكر، هل دي من 25 سنه يا ابويا تقريبا؟ على الاقل من 20 سنه. فاكر كويس جدا جدا، يعني لو جه مخرج اقول له بدقه متناهيه كل جزئيه من الرؤيه. افتكرت الحاجه الثالثه، ان بقول له رب وريني انا فين، فشفت برضه هو اللي اسم الله عليه ده رئيس العالم يشبه الثعلب، قاعد على كرسي رخام احمر ضخم وفي قصر رخامي احمر كده قرن غزال زي ما بيقولوا، احمر مش حلو، دموي مؤذي، منظره مؤذي، مش حتى فراولي ولا طوبي، احمر فاقع ولون مؤذي للعين. وبيقول لي يلا اشتغل، فانا لما بيقول لي كده بترجف واشتغل وبقول له يا رب ايه اللي انا فيه ده. قال لي مش انت طلبت تشوف حالتك؟ دي كانت في البدايات اول يوم تاني يوم، قال لي ده كان دي حالتك اللي كانت، لان انتم عبيد الذي تطيعونه. انا كان اهم حاجه يوم العيد البفتيك يتعمل بطريقه معينه والمكرونه يتعمل بطريقه معينه. دونت واري، هو المسيح ما قالش دونت واري، قال لي لا هي معناها كده، لكن ما نعولش الهم. مش فاكر كانت ترجمتها ايه لما طلعتها من البتاع ده، ممكن الباشمهندس يقول لنا الفرق بينها. الرئيس العالم كان طوله مثلا عماره ثلاث ادوار، حاجة ضخمة جدا، وقدامه طاولة سفرة كبيرة جدا فيها كل شيء. مش الهم بالانجليزي يعني بالظبط، نوت وري، ما تهتمش ولا تهتم وما تعولش الهم، ما تعولش. اهلا عند العيد وتجيب المكرونة، بس ما تبقاش مهموم هيجيب لك الفلوس اللي انت محتاجها تشتري الحاجات. هتحسب يوم القيامة، ده اللي اتقال لي، واتقال لي برضه في الأسيس لما كنت وراح خلاص النفوس. لما سألته قال لي نفس الحكاية، قال لي لا ناكل كل حاجة ويسوع عطانا الحاجات دي. بس ما نعولش الهم، قلت له نعول الهم ترجمتها غير لا تهتم، دي
فانا طبعا ما كنتش فاهم، فربنا وراني قال لي طب انا هوريك انت كنت حالتك ايه. كل الترجمات المفروض ما تبقاش كير، يعني انت في عنايه اهتمام، لكن اللي قاله لي ابونا بقول له بس دي ترجماتها واحد يسجد له بيسجد انسان بيقوم بيبقى نفس الشكل بتاع لما يطلع له ديل جسمه بيبقى يتحول لغول غوريلا وشعر طالع من اللي انا متذكره، الكلام ده من حاجه 20 سنه خلاص بقى الزواحف قربت عليا وقدامي. فبقول له معقول يا جدي انت هنا وليه مش فرحان؟ بص لي كده مش مبسوط مش فرحان، هيجي منين الفرح؟ ما كانش بيبكي بس ما كانش فرحان جدا، وفي مكان برضو يعني في اماكن كتير في اوروبا اجمل، يعني ايه ارض خضراء وبس، ملايين من الاماكن في الكنيسه ساعه ها اتناولت ما اتناول ويلطش بقى وصعب وما رحتش الكنيسه اليوم صرنا اقذار العالم بابا في مكان عتنا كحل